السلام عليكم إخواني، كديري لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة. كنتمنى منكم أنكم تفعلوا معنا وتأبونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومة جديدة إن شاء الله. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي خاص بالوليدات ديالنا الصغار، اللي معظم النساء ومعظم الأمهات كيعانيو مع الوليدات ديالهم، اللي كيلقاو واحد المشكل كبير في الصعوبه في الاكل ديال الوليدات ديالهم. كتقول لك بان الابن ديالي ما تياكلش مزيان، ما عندوش الشهيه، كيحس بواحد العياء، حتى التقويه ديال المناعه ديالهم. واخا تيقول لك يعني الوليد ديالهم ما تياكل لا فيتامينات لا خضار لا يعني شي حاجه اللي غادا تفيدو وتقويه وتعطيه المناعه. فلهذا خصكم تعرفوا بان معظم النساء كيتجهوا للصيدليات باش ياخذوا سيروات لولادهم ديال فتح الشهيه. معظم النساء كياخذوا لابيتي، داك ابيتين سيرو، نورافيت، بيرفيتال، كيعطيهم الوليدات الصغار. انا ما كنصحش بهم الوليدات الصغار، لان كيف كنقولوا يعني بحال كدروغي الدري نعاس، و نتوما عارفين بان هذوك الادويه فيهم ديك الماده ديال الهيستامين، ميمكنش اننا نعطيهم للوليدات ديالنا. غير خاصك شي فيتامين، ميلتي فيتامين للوليدات ديالنا. كاين هذا البيدياكيت هذا اللي ميلتي فيتامين على شكل بومبو، يمكن للوليدات يجيهم ساهل في الماكله، منها تقوي الوليدات ديالك، منها فيه 14 فيتامين زائد 22 فيتامين ديال الخضر والفواكه اللي موجودين فيه. فلهذا هذا البيدياكيت هذا راه زوين وفعال، يمكن لنا اننا نستعملوه لوليداتنا، حيت فيه واحد الفيتامينات متعدده، يعني تقدر تقلل لنا التعب وتعطينا واحد الدعم للاداء السليم ديال الجهاز المناعه. وكيف كتعرفوا انه فيه الجيلاتين وفيه اللاكتوز وفيه مواد حافظه وفيه النكهه الاصطناعيه والالوان، وكتميز هذه الماده هذه بتركيبه ممتعه وصحيه وتتكلف مع الاحتياجات للاطفال. كيف كتعرفوا ان هذا البيدياكيت هذا كيتستخدم من السن 3 سنوات الى 6 سنوات. كنعطيو يعني علكه واحده، كيف كنقولوا، حيت هو داير بحال البومبو، كنعطيهم وحده الى 3 الوحدات في النهار. وبالنسبه لمن 7 سنوات الى 12 عام يمكننا نعطيهم حتى 4 حتى 6 العلكات في اليوم. وهذا المنتوج هذا يعني مناسب ايضا حتى للناس الكبار، يعني البالغين من فوق 15 عام يمكن لهم انهم ياخذوا، لان هذا البيدياكيت هذا راه كيف قلت لكم فيه المستخلصات يعني ديال الاختراع من 22 فاكهه والخضروات مع فيتامينات ديال ا وفيتامين سي وفيتامين او وفيتامين ك وفيتامين بي 1 وفيتامين بي 2 وفيتامين بي 3 وفيتامين بي 5 وفيتامين بي 6 وكذلك حتى فيتامين بي 8 وبي 9 وبي 12 والسيلينيوم والزنك طبيعي. وراه مصنوع من يعني النكهه ديال التفاح، يعني ومن اجل يعني نقدموا واحد يعني على شكل الحلويات للوليدات ديالنا، وهما كمكملات غذائيه امنه وفعاله، والاساس ديالها هو النشاط الطبيعي بالنسبه بالمئه بالمئه. لهذا خصنا نعاونوا الوليدات ديالنا، كيف كنقولوا نقويوا لهم المناعه ديالهم، ما يبقاش عندهم الكسل، يزيد يفتح لهم الشهيه، يقوي لهم العظيمات ديالهم. حيت معظم النساء تيقول لك انا ولدي ما تيلعبش، انا ولدي ما ضعيف، انا هادي. كاين اللي ولده ما تياكلش. حاولوا اننا نمنعوا وليداتنا من السقاطه، ما ياكلوش السقاطه، لان السقاطه راه كتسد الشهيه، ما كتخليش الدري ياكل. واول حاجه الى بالك الدري ضعيف والوجه ديالو صفار وكيبان لك كتجي سخفه، يمكن لك انك ضروري خصك دي عند البيديات باش يشوفوا. يعني اول حاجه غيكشف عليه، يعرف شنو عنده، واش يمكن لي انه يخرج ليه تحاليل، واش يكون عنده فقر الدم، واش وجهه ابيض. مهم اللي كيعرف ان الطيف ديالو محتاج يعني كتجي السخفه وكتجي سميتو، يحاول انه ياخذ الابن ديالو عند الدكتور باش يفحص عليه، ومن ثم يمكن لي انه يخرج ليه يعني يدير ليه تحاليل ويخرج ليه الادويه اللي غتمشي معاه. وكنتمنوا حنا حتى واحد ما يوصل لهذا الشيء، والوليدات الصغار ديالنا كاع عزاز علينا تبارك الله والله يخليهم لينا. المهم انا خرجت لكم هاد البيدياكيت ملتي فيتامين، راه زوين وفعال بالنسبه للوليدات ديالنا. كيف قلت لكم على شكل بومبو ساهل، اي وليد صغير كتقول ليه هاك بومبو تياخذها. هذا ملتي فيتامين تعطيه لوليدك 3 المرات في النهار، من 3 سنين ل 6 سنين تعطيه محايده 3 المرات في النهار، ومن 7 سنين ل 12 عام راه يمكن لك انك تعطيه حتى 6 الوحدات في النهار، ماشي مشكل، وما على شكل بومبو ساهلين في المضغ. المهم نعطيكم الثمن ديالو. الثمن ديالو هو
هو 138 درهم، راه موجود في الصيدليات، واخا الثمن ديالو شويه طالع مي راه زوين وفعال. وبالنسبه لهاد البيدياكيت هادي راه فيها بزاف ديال لي مارك، يعني راه فيها اللي كاين فيها السيروات، كاين فيها ديال لابيتي ديال فتح الشهيه، وكاين فيها ديال دوز فيتامين، وكاين فيها ديال الكحبه، وكاين فيها بزاف هاد البيدياكيت راه زوينه بزاف. المهم دابا نقدم لكم منها شي سيروات، مي انا اليوم جيت نهضر لكم على هاد البيدياكيت هذا ديال ملتي فيتامين على شكل بومبو، راه زوين وفعال وغيعجب الوليدات ديالكم. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وكنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. والى فيديو اخر ان شاء الله، وتبارك الله عليكم، والى فيديو اخر. الله.